كم سمعناها وأطربت آذاننا تلك الكلمات القائلة أيام الأسد باتت معدودة، وكم ترنمنا على جعجعة إدارة أوباما ولم نرى حبة طحين. واليوم نراقب ونتابع بشراهة كلمات تقرع جرس نهاية حقبة الأسد، هذه المرة من أفواه إدارة جديدة، إدارة يبدو أنها لا تحب المزاح ولا كثرة الكلام، بل تحب أن ترينا جعجعة وكثيرا من الطحين. عهد أسرة الأسد بات قريبا من النهاية، من يصدق أنها ستقال للأسد يوما ما بعد أن آمن السوريون أنهم وحدهم متركون؟ ومن كان ينتظر أن يستيقظ يوما ليرى وسائل الأعلام من المشرق إلى المغرب تتحدث عن المأزق الروسي والمصير المجهول لحكومة موسكو إن ظلت مصرة على دعم الأسد؟ وكيف باتت الصحافة الأمريكية واقفة على أبواب البيت الأبيض تنتظر أي تصريح من قمة هرم الإدارة الأمريكية إلى أصغر مسؤول فيها؟ لعلهم يرون في الضربة الصاروخية الأولى بداية لمرحلة أمريكية جديدة في المنطقة. هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول من هنا سوريا. وفي المحور الثاني من الإعلام الغربي وتحليلاته إلى الداخل السوري ونشاطاته، كيف تفاعل الإعلام مع الضربة الأمريكية وكيف يرى هذه التحركات والتصريحات الجديدة؟ أهلا بكم. المسؤولون الأمريكيون يصرحون من أعلى هرم الإدارة إلى أصغرها، والإعلام بشقيه المرئي والمقروء يتلقف. كيف بات الشارع الأمريكي ينظر لتطورات الأحداث في سوريا بعد الانخراط الأمريكي المباشر فيها؟ وكيف أثرت الضربة الصاروخية لمطار الشعيرات التابع للنظام في شعبية الرئيس الأمريكي؟ نصائح وتحليلات وأراء الصحف الغربية والأمريكية نستعرضها في هذا التقرير ونعود للنقاش. عبارة أيام الأسد باتت معدودة انتهت صلاحيتها، واستبدلت اليوم بعبارة عهد أسرة الأسد يقترب من النهاية. ليس هذا الاختلاف الوحيد بين إدارتي أوباما وترامب، فلهجة المسؤولين الأمريكيين يبدو أنها آخذة بالتصاعد مع مرور الساعات، ويبدو أيضا أنها أشد غلظة على المسؤولين الروس منها على نظام الأسد نفسه، وهو ما شجع الإعلام الغربي بصحفه ووكالاته للحديث عن تحول روسيا إلى دولة منبوذة بحسب توصيف صحيفة التلغراف البريطانية عندما تناولت موضوع العقوبات التي ستفرض على روسيا والضغوطات التي سوف تواجهها في حال استمرارها في دعم نظام الأسد، أو ما ذهبت إليه وكالة أسوشيتد بريس من اتهام صريح ومباشر لروسيا يخص علمها المسبق بالهجوم الكيميائي على خان شيخون، إضافة لتكذيب صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية الادعاءات الروسية حول موضوع وقف تنسيق العمليات بين القوات الجوية الأمريكية والروسية رغم إعلان موسكو عكس ذلك. وبالعودة إلى الإعلام الأمريكي، فإن أكثر ما بات يشدهم اليوم هو تصريحات وزير الخارجية ريكس تيلرسون والبيت الأبيض، والتي أصبحت تضيق الخناق أكثر على نظام الأسد، خصوصا عندما نرى اتساع دائرة الخطوط الحمراء من استخدام الكيماوي إلى استخدام البراميل المتفجرة أيضا. بل حاولت صحيفة وول ستريت جورنال استثمار الضربة الأمريكية لقاعدة جوية تابعة للنظام بقولها إن على الرئيس الأمريكي بعد استعادة المصداقية الأمريكية قيادة جهود دبلوماسية لاستبدال الأسد، مقترحة على الإدارة الأمريكية في واشنطن استخدام دبلوماسية واسعة يتركز من خلالها الجهد الأمريكي على إثبات سعي الأسد إلى تعزيز تنظيم الدولة ليبدو نظامه البديل الوحيد. ولعل نتائج الضربة الأمريكية لنظام الأسد وانعكاساتها على الرأي العام الأمريكي هو أكثر ما يشجع هذه الإدارة على الاستمرار قدما في تصعيدها، ففي آخر استطلاع للرأي أجرته شبكة CBS نيوز الأمريكية
تبين أن 57% من الأمريكيين يؤيدون الضربة الجوية ضد الأسد، وأن 45% يعتقد أن استخدام الأسد للسلاح الكيماوي تهديد مباشر للولايات المتحدة، فيما وصلت نسبة رضا الشارع الأمريكي عن أداء ترامب إلى 43%، أي بزيادة وصلت إلى 6% عن آخر استطلاع. وفيما يخص توجيه ضربات عسكرية جديدة للنظام في سوريا، فقد أيد 18% فقط إرسال قوات برية إلى سوريا، بينما ذهب 30% إلى تأييد توجيه ضربات جوية من دون إرسال قوات برية. أرحب بضيفي من واشنطن، هيفي بوذو مديرة مكتب أورينت في واشنطن، والمحلل السياسي محمد عويس. أهلا بكما معي، وأبدأ معك هيفي. يعني كيف ينظر اليوم الشارع الأمريكي لموقف ترامب وضربات التي شنها ضد الأسد؟ بالطبع يعني ترامب كان يواجه الكثير من المشاكل مع الشعب الأمريكي بشكل عام، والذي انخفضت شعبيته يعني بين المواطنين الأمريكيين إلى نسبة ضئيلة جدا تعد تاريخية بالنسبة لرؤساء الولايات المتحدة عبر التاريخ. اليوم الشارع الأمريكي بالطبع هناك انقسام في الولايات المتحدة، يعني لا نستطيع أن نقول بأن كل الشعب الأمريكي يؤيد الضربات، البعض يشكك بأن ما قام به مثلا دونالد ترامب هو للحصول على تأييد أكثر أو للتظاهر بأنه ليس على علاقة جيدة مع روسيا، ولكن بشكل عام وبسبب وجود استمرارية للصور البشعة التي تأتي من سوريا عن جرائم قام بها نظام الأسد عبر السنوات الماضية، وإن كان الإعلام الأمريكي لا يظهر كل ما يحصل بالفعل، ولكن هناك تكرار وخاصة بسبب الإنترنت الشعب الأمريكي يعلم بأن هناك الجرائم التي تحصل في سوريا. هناك تعاطف شعبي كبير مع الشعب السوري، وهذا ما انعكس على يعني التأييد للرئيس الأمريكي بالنسبة للضربات التي قام بها. نعم، يعني نريد فقط أن نقول الإحصائيات هيفي، يعني 57% من الأمريكيين يؤيدون الضربة الجوية ضد الأسد، و 69% من الأمريكيين يؤيدون شن ضربات جديدة. يعني ما الدلالات بهذه الإحصائيات والأرقام هيفي؟ طبعا نريد ان يعني انوه لحاله مشابهه، وهي بان باراك اوباما نفسه عندما قام بسؤال الكونغرس، وهو الشيء الذي لم يكن مضطر له كما فعل دونالد ترامب، يعني نرى بان الرئيس الامريكي لديه صلاحيه للقيام بهذا الشيء، ولكن قبل سؤاله للكونغرس كان هناك تأييد بنسبه 54% من الشعب الامريكي ايد الضربات الجويه التي هدد بها باراك اوباما الاسد حتى في 2013. اليوم يعني نرى بان في حال وجود قياده امريكيه حقيقيه فان الشعب الامريكي يلتف حول قيادته، وخصوصا أن الإعلام الأمريكي يغطي ما يحصل في سوريا الآن أكثر من أي وقت مضى، يعني بغض النظر عن أن الإعلام الأمريكي مستقل ولكنه يتأثر بالدور الرئاسي وبالتوجه السياسي للولايات المتحدة، وهذا ما نراه اليوم مع وجود دونالد ترامب الذي ذهب لوحده وقام بالتصرف كما يتصرف الرؤساء الأمريكيين عادة، يعني من دون سؤال الكونغرس الأمريكي. هذا يعني بأن الوجود القيادة الأمريكية هو الذي كان مفقودا في 2013 أو حتى قبل وصول دونالد ترامب. نعم. أرحب بضيفي محمد عويس. مساء الخير سيد محمد. يعني الرئيس الأمريكي لم يصفع النظام بضربته على مطار الشعيرات فحسب، بل اليوم يعني يوسع دائرة الخطوط الحمراء لتشمل أيضا البراميل المتفجرة إلى جانب الكيماوي. يعني كيف تقرأ موقف الإدارة الأمريكية من ما يحصل؟ يعني موقف الإدارة الأمريكية يختلف كثيرا عن موقف الكونغرس الأمريكي، ويختلف كثيرا كذلك عن الشارع الأمريكي. القانون الأمريكي لا يسمح للرئيس بالقيام بعمليات عسكرية بدون الرجوع للكونغرس وحصول على تفويض من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي. يعني نسمع الكثير الآن من الرئيس ترامب أنه سيقوم ويفعل ويضرب و كل هذه الأمور، ولكن هو ليس لديه القدرة على القيام بضربة، وخاصة أن الأمن القومي الأمريكي غير مهدد. القانون الأمريكي واضح جدا بهذا الموضوع، يعني كثير مما يقوله الرئيس الأمريكي هو للاستهلاك المحلي ولتسجيل نقاط من أجل التغطية على يعني مشاكله الداخلية، وكذلك هناك تصعيد جديد بالنسبة للرئيس الأمريكي وهو في كوريا الشمالية، مع كوريا الشمالية ومع الصين. لا يستطيع القيام بعمليات في مكانين في نفس الوقت
وانا برايي لن يسمح له، خاصه الكونغرس الامريكي ومجلس الشيوخ لن يسمحوا له بالقيام بعمليات في سوريا اذا كان هناك تفكير بعمليه عسكريه ضد كوريا الشماليه، لان كوريا الشماليه هي قوه كبيره في المنطقه قادره على خلق مشاكل كبيره للولايات المتحده الامريكيه في كوريا الجنوبيه وفي اليابان وفي تايوان وفي طيب وزير الخارجية الأمريكي سيد محمد ريكس تيلرسون يعني وصف هذه العملية بأنها حققت نجاحا ساحقا، وأن جميع الأمريكيين وحلفائهم في العالم الحر يشعرون براحة كبيرة حيال العملية التي استهدفت مطار تابع للأسد. يعني هل نفهم من هذه التصريحات أن الضربة الصاروخية كانت عبارة عن جس نبض الشارع الأمريكي أولا ورأي العام العالمي ثانيا؟ يعني دعيني أقول أن الضربة، يعني أي ضربة ضد أي تنظيم أو أي حكومة راعية للإرهاب أو تنظيم إرهابي هي يعني ضربة مرحب بها من يعني جميع شعوب العالم المحبة للحق وللحرية، وخاصة يعني في ظل قتل نصف مليون سوري على يد نظام بشار ومن معه. نعم، أمريكا والشعب الأمريكي يقفون مع الحق ومع حقوق الشعوب المضطهدة، ولكن في نفس الوقت يعني هناك بعض المحللين العسكريين، عفوا الجنرالات الأمريكيين السابقين، يقولون أنها عملية رمزية ولن تؤدي إلى تغيير موقف الروس إلا إذا كان هناك مفاوضات سياسية. اليوم وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون في روسيا لم يستقبله، لا أظن أن بوتين سيستقبله، ولكن هذا عرف دبلوماسي أن وزير الخارجية استقبله وهناك مفاوضات وهناك كلام بينهم. ولكن في نفس الوقت لم يوجد هناك تهديدات بمعركة حقيقية أو بتدخل عسكري حقيقي في المنطقة. لو كان هناك تدخل عسكري لما يعني لما رأينا أن التحركات العسكرية هي في بحر اليابان وفي منطقة شبه الجزيرة الكورية وليس في شرق البحر المتوسط وفي الإقليم إن كان في تركيا أو في العراق. هيفي، يعني هذه الضربة كما كانت أصداؤها على الأرض كانت يعني ضربة موجعة للنظام، وربما يعني اليوم العالم يتطلع إلى ما بعد هذه الخطوة. نعم، أولا أريد تنويه أو يعني متابعة كلام الأستاذ محمد عويس الذي أعرفه يعني في واشنطن، أنا لا أتفق معه فيما قال. الضربة العسكرية التي قام بها دونالد ترامب هي قانونية، يحق للرئيس الأمريكي أن يتصرف بشكل منفرد وأن يقوم بضربة عسكرية إلى بلد ما إذا ما كان يهدد الولايات المتحدة استراتيجيا، ويستطيع الاستمرار بالضربات لمدة 60 يوم، 60 يوما يعني من الضربات الأمريكية تستطيع الإدارة الأمريكية الاستمرار بها في سوريا أو أي بلد آخر بناء على المصلحة الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة. إذن هي قانونية الضربة. ومن جهة يعني التوجه الأمريكي العام، يعني الانطباعات هنا أريد أن أنوه قبل أن أجيب على التساؤل أو سؤالك، بأن التوجه يعني ضد كوريا الشمالية هو بعيد نوعا ما. يعني لا تستطيع الولايات المتحدة مواجهة كوريا الشمالية على أرض الواقع اليوم بسبب وجود أسلحة نووية وأسلحة أخرى. إذن هي تهدد، طبعا هي تستعمل ما تقوم به في سوريا كالتهديد وتوجيه رسائل إلى دول أخرى في العالم، ولكن بالتأكيد روسيا هي أهم هذه الدول التي توجه الولايات المتحدة رسائل لها اليوم، وهي بأنها تقف اليوم مع فقط إيران، والتي يعني الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترامب حاسمة جدا في موقفها من إيران، النظام السوري وكوريا الشمالية. يعني إذن هي تضيق الحلقة بالنسبة لروسيا، أما أن تقفي معنا أو أنت ضدنا في هذه الحلقة، يعني الأنظمة التابعة للإرهاب أو المصدرة للإرهاب. إذن يعني الضربة الأمريكية لها مؤشرات كبيرة جدا فيما يخص يعني توجهها ويعني سياساتها تجاه بشار الأسد بحد ذاته، والذي اليوم يعني أصبح من المستحيل أن تعتبر الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب بأن بشار الأسد ممكن أن يكون شريكا في أي طريقة ما، بل على العكس اليوم تخيل روسيا بأنه عليها أن يعني
تسقط الأسد أو أن تترك الأسد بلا حماية، بشكل بأن الولايات المتحدة التي تتدخل عسكريا في سوريا بكل الأحوال واليوم توسع تدخلها العسكري ضد المناطق المسيطرة عليها داعش لكي تحاصر الأسد في النهاية. يعني ولكن إذا ما نظرنا إلى الأمكنة، هل يقبل الشارع الأمريكي يعني بمزاج أن تشارك أمريكا بحرب جديدة أو حملة عسكرية في سوريا؟ يعني هي هذا هو السؤال الأكبر الذي بصراحة يعني نستطيع أن نقول بأن باراك أوباما لم يكن يعني صريحا أو حتى يعني حقيقيا في إجاباته للشعب الأمريكي حول هذه التساؤلات. بالطبع هناك خوف أمريكي عام من تكرار تجربة العراق. في العراق كان هناك جنود أمريكيين على الأرض، يعني أعداد هائلة من الجنود الأمريكيين على الأرض. هذا الطرح ليس موجودا في سوريا. هناك جنود أمريكيين بأعداد قليلة جدا لديهم يعني حضور استراتيجي استخباراتي معين، ولكن في سوريا الحل هو ليس بوجود جنود أمريكيين على الأرض، هو عبارة عن تسليح وتدريب القوات الأخرى الموجودة على الأرض لتحارب داعش أولا، ومن ثم الميليشيات الإيرانية المدعومة إيرانيا ونظام الأسد ثانيا. إذن هي ليس هناك خوف من الشارع الأمريكي إذا ما لم يكن هناك جنود أمريكيين على الأرض، واليوم في سوريا حوالي 1000 جندي أمريكي. يعني الولايات المتحدة إذا ما قرر الرئيس مع أعضاء في الكونغرس فيما بعد هيفة للتوضيح أن فقط للمشاهدين أن أنت ما تذكرين أنت ما تذكريه الآن، هل هو تصريحات لمسؤولين أم تحليلات للصحف ووسائل الإعلام الأمريكية؟ يعني هي تصريحات لمسؤولين وتحليلات، ولكن التصريحات بكل وضوح هي بأن الولايات المتحدة اليوم تحت إدارة ترامب لديها أولا، وهذا يعني تصريحات خرجت من مسؤولين من البيت الأبيض ومن مثلا هيلي في مندوبة الأمم المتحدة للولايات المتحدة، قالت بأن الولايات المتحدة أهدافها واضحة جدا، وهي بأن هجومهم الأول سيكون ضد داعش، مناطق داعش، تسلم هذه المناطق لقوات من الجيش الحر وقوات أخرى تدعمها الولايات المتحدة في الجنوب وفي الشمال، ومن ثم سيكون التوجه يعني ضد الأسد، وسيكون هناك توجه أيضا ضد حزب الله. يعني هذه تصريحات خرجت من مسؤولين أمريكيين من البيت الأبيض، وطبعا كما ذكرنا هيلي، يعني هي ليست عبارة عن تكهنات أو توقعات، ولكنها تصريحات لسياسة واضحة. بالطبع لا تتكلم الإدارة الأمريكية عن الوقت أو أنها ستقوم بضربات جديدة، سنرى ضربات جديدة الآن لا نعلم، لا تقول الولايات المتحدة بشكل واضح إذا ما كانت ستقوم بهذه الأمور، ولكنهم يتبعون هذه السياسة عادة. اليوم هناك الحوار مع روسيا، سنرى إذا كانت روسيا ستنضم للمجتمع الدولي أم أنها ستقف وستستمر بموقفها، والذي من الصعب جدا على بوتين التنازل والقول أمام شعبه الذي يعني يقوم بثورات اليوم ضده بأنه سيتراجع أو أنه سيضعف. يعني بوتين في موقف حرج جدا اليوم. سيد محمد، يعني العالم كله في انتظار خطة ما بعد هذه الضربات. يعني التحدي الأهم اليوم أمام الرئيس ترامب هو هل بإمكانه صياغة استراتيجية طويلة الأمد في سوريا مستغلا هذا التأييد والزخم الكبيرين اللذين حظيت بهما الضربات الأمريكية؟ الرئيس ترامب ملزم أن يكون لديه استراتيجية في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا في ظل احتلال القوات الروسية أو وجود القوات الروسية في طرطوس وفي اللاذقية وفي عدة مناطق سورية بموافقة الأسد وبمبايعة من الأسد. يعني هو الذي أتى بالروس إلى البلد ولن يتخلوا عن، أنا برأيي، لأنهم معنى ذلك إذا تخلوا عن الأسد سيتخل عليهم أن يتخلوا عن القواعد العسكرية التي كانوا يحلمون بها يعني طول عمر حياة الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية. في هذه المرحلة كانوا يحلمون بوجود قواعد لهم على شرق البحر المتوسط وفي المياه الدافئة، فلذلك يعني لا أرى أي مجال أمام الرئيس الأمريكي ترامب إلا أن يكون لديه سياسة قوية لمواجهة روسيا، وإلا سيستمر الوضع على ما هو وسيستمر الروس، أنا برأيي سيستمر بدعم بشار الأسد لأنه الضمان الوحيد وجودهم في المنطقة في منطقة شرق البحر المتوسط، إلا إذا كان هناك اتفاق أمريكي سوري، يعني السوري الحكومة السورية التي ستأتي بعد. يعني برأيك سيد محمد زيارة وزير
الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى موسكو الأسبوع المقبل، يعني ستكون محورية في إيصال رسالة وضبط مخاطر من أي تصعيد مع روسيا؟ ريك تيلرسون الآن هو موجود في روسيا، وصل اليوم إلى روسيا، و يعني أي شيء ممكن أن يخرج من هذه المفاوضات، ولكن في خلف الكواليس أنا برأيي سيكون هناك اتفاقات على عدم التصعيد بين أمريكا وبين روسيا بسبب بشار الأسد، ولكن سيتخذ كل منهم موقفه الخاص به. سيتمسك الروس ببشار الأسد وسيطالب الأمريكيين بإقصاء بشار الأسد من أجل إيجاد حل في المنطقة. لن يكون الحل سريعا، ولكن في النهاية لو استطاعت أمريكا أن تقنع الروس أن يكون هناك رئيس موالي لروسيا ولكن غير بشار الأسد، من الممكن أن يكون حل. ولكن أن تقوم أمريكا بضربة ضد بشار الأسد والانتصار عليه بدون أن يكون هناك معركة بينه وبين الروس، هذا صعب جدا. وأنا برأيي الكونغرس الأمريكي لن يسمح للرئيس الأمريكي بالقيام بمعركة كهذه. ولكن علينا أن نتذكر أن هناك تفويض بتسليح المعارضة السورية للرئاسة الأمريكية منذ أيام الرئيس أوباما. الرئيس أوباما لم يتصرف بطريقة جيدة بتسليح المعارضة، وأدى ذلك إلى فوضى كبيرة في المنطقة. الآن ترامب بيده تفويض من الكونغرس. ابقيا معي ضيفي الكريمين، أعود إليكما بعد هذا الخبر. أحد الناجين من مجزرة كيماوي الغوطة عام 2013 ويدعى قاسم عيد وجه للرئيس الأمريكي عبر قناة السي إن إن الأمريكية رسالتين، إحداها كانت بعد مجزرة الكيماوي في خان شيخون، والأخرى بعد توجيه الضربة الصاروخية ليقوم ترامب بتلقفها ومشاركتها على صفحته. ماذا دار في كلا المقابلتين؟ لنستمع ونرصد ردود الفعل. What you did was amazing. What you did was a powerful message of hope for a lot of people inside and outside of Syria. Please don't stop on this. To the United States in 2014, and I testified in the United Nations Security Council, in the Congress, at the White House, in the Senate, in front of the DOD. Mr. President, please, please, in the name of every woman and child and elder who got killed by the Assad regime, please come in and help us. Don't make the same mistakes that President Obama did. And this is a man who, you know, doesn't want Syrians to come into this country with this refugee ban. I didn't see you raising your voice against President Obama's inaction in Syria that led us refugees, that made us refugees get kicked out of Syria. If you really care about refugees, if you really care about helping us, please help us stay in our country. We don't want to come to the United States. إذا تحدثنا معك هيفي أكثر عن مسؤولية الإعلام وخاصة يعني السي إن إن، يعني كيف حاولت استضافة قاسم عيد الناشط السوري ويعني حاولت إحراجه وقلب آراء الناس، وكيف رد عليها؟ يعني الشعب السوري لم يطلب اللجوء في لا في أمريكا ولا في غير البلاد، والسبب الأساسي هو الحرب في سوريا. يعني كيف ترين تعليقات الجمهور الأمريكي حول هذه المقابلة، وخاصة يعني أنا رأينا تفاعل الرئيس الأمريكي معها على تويتر؟
يعني هي فعلا كانت مقابلة جيدة جدا. قاسم عيد هو ظهر معنا في برنامج في المحور من قبل تحت اسم قسي زكريا، وهو كان اسمه الحركي في السابق عندما أتى إلى الولايات المتحدة. قاسم عيد يعني يتحدث الإنجليزية بشكل جيد، استطاع التعبير عن وجهة نظره، قال كل النقاط المطلوبة وهي شكر الرئيس الأمريكي على الضربة العسكرية ومطالبته بإبقاء السوريين في بلدهم. هذه النقط التي ساعدت الرئيس الأمريكي في الحقيقة على يعني حتى الحصول على إيجابية أو ردة فعل إيجابية أكثر من الشعب الأمريكي. لنتذكر بأن CNN تعتبر قناة ليبرالية أو يسارية تؤيد الخط العام الذي كان يمشي عليه باراك أوباما كرئيس، ومعها MSNBC، بينما الفوكس نيوز التي عادة تؤيد الجمهوريين هي التي يعني تساعد الرئيس ترامب حاليا. ولكن بشكل عام التغطية وتغطية ما يحصل في سوريا هي تغطية هائلة في كل وسائل الإعلام. طبعا يتم استضافة بعض الضيوف الذين معها أو ضدها، ولكن التغطية والحديث عن سوريا وعن نظام بشار الأسد الذي يذكر اليوم بأنه نظام مجرم ديكتاتوري على يعني كل الأقليات الأمريكية، هذا هو وترويج أكثر لنفسه. تماما يعني وبعد ان راها دونالد ترامب، يعني هناك صفحه اخرى بدات بنشر هذه المقابله، صفحه مؤيده لدونالد ترامب، جاءها الكثير من ردود الفعل. يعني عاده تاتيها مثلا 2000 لايك او يعني مشاركه او اعجاب، جاءها عشرات الالاف. لذا راينا بان دونالد ترامب نفسه في صفحته على الفيسبوك شاركها، وجاءه ايضا رد فعل هائل، يعني ملايين الاشخاص شاهدوا هذا الفيديو، لانه يؤكد تماما فشل باراك أوباما في مواجهة الكارثة السورية، وأن دونالد ترامب هو الوحيد الذي يعلم كيف يتصرف معها، خاصة بأنها تتماشى مع السياسة التي يعني روج لها خلال الحملة الانتخابية بأنه لا يريد لاجئين، وبأن الآن اللاجئين السوريين أيضا لا يريدون أن يكونوا لاجئين، هم يريدون أن يبقوا في بلدهم. يعني هذا ساعد دونالد ترامب في إيصال فكرته الأساسية تماما. شكرا لك هيفي بوذو مديرة مكتب أورينت في واشنطن، وأشكرك محمد عويس المحلل السياسي أيضا من واشنطن، شكرا لكما. هنا سوريا مستمر مشاهدينا بعد هذا الفاصل. حملات إعلامية ووقفات احتجاجية، فتحرك الشارع السوري في الداخل والخارج لإيصال صورة ضحايا كيماوي خان شيخون.